هي فاطمة العليلة بأبي وأمي. سلام الله على فاطمة العليلة. العليلة يقول لما طلع ضعن الحسين وقفت العليلة عند باب الدار، قالت أبا يا حسين من للعليلة بعدكم؟ من هي اللي لي؟ يقولون رجع إليها الحسين قبلها بني فاطمة ارجعي إلى الدار إذا طال لنا السفر أرسل إليك أما علي الأكبر أما عمك قمر العشيرة. يقول رجعت للدار بأبي وأمي، باوعت على الدار أول ما صارت عين فاطمة العليلة بأبي وأمي على مكان الحسين. إيش قالت؟ قالت يا دار نجدك وين هنا وين هنا وين هنا وين البولين قط محنا. الله أنا محنا يردوني ونقطع الظن. الله أكبر. يرجعون يا نقطع الظن الظن ولا طارش المرن نهن منهن يقولون جن عليها الليل تذكرت ها هنا جلس والد الحسين ها هنا عمي قمر العشيرة ها هنا عمتي زينب ها هنا أخي وسندي علي الأكبر. قال يلعتها خوان مدللة وما ما يوم تنهان ما يوم تنهان علي خوي مو حلوة عملات الزمان. ايوه مو حلوة. يقولون اشتد الاشتياق بقلب العليل واشتد وطال السفر بالحسين، كتبت كتاب ضمنت همومها وأحزانها، أخذت تبحث عن شخص ما يوصل هذا الكتاب للحسين. قالت وين الذي ياخذ لي الكتاب للخلة وعيون على الباية. الله الله وين الذي وين ياخذ لي الكتاب للخلة وعيون على الباب مدري صار الهل الغياب انا ما علي وده وشنه الاسباب يا ابوي لحد يلوم القلب عطاياب. يقولون من بعد السبي ومن بعد المآسي ترجع بنت امير المؤمنين تقيم العزاء عند قبر المولى ابي عبد الله ثم تتجه الى مدينة جدها رسول الله. منو تسمع رجع ضعن الحسين؟ يقولون تسمع فاطمة العليلة رجع ضعن الحسين رجع قمر العشير الله. رجع علي الأكبر. يقول تفتح الباب وهي مسرورة راح ألاقي الحسين أبوي راح ألاقي أخوي علي الأكبر راح ألاقي عمي قمر العشيرة عمتي زينب. وإذا بها تفتح الباب ترى عمتها زينب محدودبة الظهر متغيرة اللون. عم أين أبا يا الحسين عم أباكي على سفر تقصد سفر الموت. عم إذا كان أبا يا الحسين على سفر فلم هالبكاء يا عم؟ عم أنت لمن تبكي؟ الله أكبر. شو تقول زينب بأبي وأمي؟ شلون جاوبت عليلة الحسين؟ قال يا الضيعت أنا أبكي على أبوك الضيعت يا عم. اي عم راحل ابو ظل خالي بيته الله اوي ما لحقيت ويدعيت. سيد رب العالمين.